صباح الخير على كل مشاهدي قناتنا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح الورد. النهارده كالمعتاد هنكون مع حضراتكم من 9 ل 11 مع مجموعه كبيره من الفقرات. صباح الخير يا سلمى. صباح الخير يا ايمان، وصباح الخير وصباح الورد على كل المشاهدين، ويا رب النهارده كده يبقى بادئ بسعاده ونشاط وسلام وحب وكل حاجه حلوه. ان شاء الله هيكون معانا فقرات كتير منوعه يا رب تعجبكم. زي ما تعودنا هنبدا برنامجنا بجوله سريعه في اهم الاخبار، بعدها نشوف حاله المرور والطقس، وبعدين ننتقل لفقره الصحافه وقراءه في اهم عناوين صحف النهارده. ضيفنا فيها هيكون السيد راشد الكاتب الصحفي بالاهرام. الفقرة اللي بعدها هي فقرة بتهم فعلا كل الناس اللي عندها أي مشاكل متعلقة ببطائق التموين، أو اللي كانوا كمان بيعانوا من موضوع استخراج البطاقة أو إن هم يجددوها إزاي، أو المشكلة اللي كانت حاصلة من فترة إن البطاقة الورقية تحولت إلى بطاقة مميكنة. كل ده هيكون في فقرتنا إن شاء الله النهاردة مع ضيفنا دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التمويل لتكنولوجيا المعلومات. الفقرة اللي بعدها وختام حلقتنا هيكون مع مبادرة احنا قد المستقبل التابع لوزارة الشباب والرياضة. طبعا ده برنامج بينطلق من مبادئ استراتيجية مصر 2030، هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضيوفنا محمود المصري وهو مدرب في برنامج احنا قد المستقبل، وده هيكون ضيفنا في الفقرة الأخيرة النهاردة. ودلوقتي هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بمجموعة من الأخبار، أولها طبعا هيكون من شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء. أعلن أنه بداية من النهاردة هتبدأ لجان من المحافظة ووزارات التعليم والتضامن والصحة والمجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، في حصر كل احتياجات الأهالي من ذوي الشهداء والمصابين في حادث الروضة الإرهابي. وأضاف محافظ شمال سيناء أنه هيتم حصر شامل لكل الاحتياجات وعمل قاعدة بيانات بكل أسرة، وأيضا صرف التعويضات اللي أقرها رئيس الجمهورية، وأيضا تعويضات أخرى مقدمة من المحافظة ووزارة التضامن. وأكد أن المحافظة بتشهد حالة من التكاتف الشعبي والتضامن مع ذوي الضحايا. النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب قال ان الجلسه العامه الطارئه اللي دعا اليها دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم هتتطرق لتناول الحادث الارهابي الغاشم اللي استهدف مسجد قريه الروضه بشمال سيناء اثناء صلاه الجمعه، رغم ان الجلسه دي كانت غير مخصصه لمناقشه الحادث، وكان مدرج على جدول اعمالها مناقشه 3 مشروعات قوانين بشان المحطات وبشان الانشطه النوويه. وكيل المجلس قال ان البرلمان سيتوجه بالعزاء في شهداء حادث مسجد الروضة، ويؤكد دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الارهاب. وسيؤكد المجلس ان المحاكمات العادلة الناجزة من شأنها ان تحقق الردع للجامعات الارهابية، مشيرا كمان الى ان مجلس النواب عدل قانون الاجراءات الجنائية في دور الانعقاد السابق ده لتحقيق المحاكمات الناجزة. وهناك ايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بيتناول تعديل شامل في مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا بيناقش حاليا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمجلس يضع على رأس أولوياته لإقراره بعد انتهاء اللجنة منه. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء. سيادة النائب صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الجلسة الطارئة اللي هتعقد النهاردة في مجلس النواب طبعا طارئة فيما يتعلق بمضمونها وهو مناقشة الحادث الإرهابي الغاشم اللي حدث الجمعة الماضي، من المنتظر أن يتم مناقشته خلال الجلسة؟ هو أولا الجلسة مش عشان موضوع سيناء، هم يتطرقوا موضوع سيناء في الجلسة، الجلسة عشان موضوع تاني خالص سيادتك ذكرتيه. طبعا احنا النهاردة هنتكلم بالنسبة للبيانات العاجلة للموضوع اللي حصل في سيناء في مسجد الروضة، موضوع مأساوي. هنتكلم في البيانات العاجلة لقاء مع وزير الدفاع في أسرع وقت عشان نشوف المشاكل، لأن الإرهاب بدأ يواجه الناس العزل. أيوة. ودي لازم تتحط خطة ليها، لأنه لو فضلنا كده وسبنا الناس عزل هتحصل مجزرة تاني. الناس العزل في دور العبادة، يعني حاجة في منتهى يعني عدم الإنسانية الحقيقة. يعني دلوقتي الارهاب غير الخطه خطته في الحرب على 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 الناس اللي هي بتواجهه القوات المسلحه والشرطه، وبدا يواجه الناس العزل في اماكن العباده. فالبيانات العاجله هتتضمن لقاء يعني في اسرع وقت مع وزير الدفاع
لوضع خطه في شان الموضوع ده. سياده النائب، يعني بس كان عندي استفسار عند حضرتك، ازاي مجلس النواب ما يعملش جلسه طارئه؟ يعني يمكن كل يعني اجهزه الدوله انتفضت في الحادث الاليم ده، ليه مجلس النواب تاخر كده او ليه ما عملش اصلا جلسه طارئه ساعتها؟ ده مزعل اهل سيناء ونواب سيناء، انه موضوع زي ده ما فيش جلسه خاصه، جلسه تتضمن كل معاناه اهل سيناء. يعني اقل حاجه تعاطفا مع اهل سيناء، بس للاسف انه جلسه في موضوع ثاني خالص. يمكن بقيه النواب اللي بيمثلوا شمال سيناء في المجلس لم عرفوا ان الجلسه مش مخصصه للحديث عن الموضوع ده، اعلنوا ان هم مش هيشاركوا فيها. يعني مش المفروض ان طبيعي جدا ان حادث زي ما حضرتك قلت ان هو تغير تماما للفكر، يعني الموضوع هنا مختلف. هو طبعا هو ده حصل قبل كده في ليبيا، حصل في في في, في افغانستان، وحصل في غيره ان يتم الهجوم على المساجد اثناء الصلاه، ولكن في مصر عندنا دي تعتبر سابقه، هي الاولى من نوعها. ده مش كان محتاج من مجلس النواب ان يبقى فيه كمان يعني يبقى على قد الحدث؟ يا محتاج كثير من مجلس النواب، يعني اقل حاجه يعني زياره من لجنه الدفاع والامن القومي للمكان، زياره من لجنه حقوق الانسان، اي زياره تهدي الناس هناك. وللاسف مع الكاسه دي ما فيش حتى الجلسه العامه، مش بالموضوع ده خالص. يعني ده اللي مزعل اهالي سينا، واحنا كان يعني رافضين ان نحضر الجلسه، بس الناس طلبونا قالوا لا لازم تحضروا، ولازم بيانات عجل وزير الدفاع، لان الارهاب هيواجههم الناس العزل، هيواجه الناس العزل وليس القوات المسلحه. صحيح. سياده النائب خلي حضرتك بس معانا كده على التليفون، معانا مداخله من الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، والشيخ عيسى عنده رساله مهمه جدا لمجلس النواب. صباح الخير يا فندم، وايه هي رسالتك من فضلك يا شيخ عيسى؟ أنا صباح الخير يا مرحبا. أهلا بك. أنا زعلان على السيد رئيس مجلس البرلمان عبد العال بعدم انعقاد جلسة فورية. صحيح. تكون في مساء الحادث مباشرة. تمام. صحيح. فكيف رئيس مجلس النواب لم يعقد جلسة بعد الحادث مباشرة؟ وكيف الرئيس يلقي كلمة مباشرة؟ صحيح، أجهزة الدولة كلها انتفضت ساعتها. صحيح صحيح، فعلا فعلا الرئيس ألقى كلمة يومها، ولكن مجلس النواب حتى اليوم لم يعقد جلسة خاصة. طيب اتفضل يا فندم. رسالتك تاني يا شيخ عيسى. نعم. رسالة حضرتك تاني، وإيه يعني إيه اللي المجلس المفروض يعمله في موقف زي ده؟ منتظرين منه إيه أنتوا كقبائل سيناء هناك؟ المجلس اول شيء احنا عاتبين عليه لانه تاخر في عقد الجلسه. نمره اثنين، السيد رئيس المجلس ليس هو مثلا باكبر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشره بعد الحادث القى الكلمه وقال اننا سنصر لشهداء سيناء. وأين البرلمان؟ لماذا لم يصدر كلمة من رئيس البرلمان ويقول إننا نريد عقد جلسة بكرة صباحا؟ صحيح، جلسة طارئة. جلسة طارئة صباحا، بل إنه يستدعي نواب سيناء لجلسة لمناقشة مشروع مش عارف إيش. أيوة. وناسي الحادث بأكمله. تمام. هذا الكلام لا يليق. طيب الشيخ عيسى لو سمحت تفضل بالبقاء معنا. ارجع مره ثانيه لسياده النائب، رد حضرتك ايه يعني القبائل في سيناء زعلانين من حاجه زي كده، ان احنا ما فيش جلسه مخصصه؟ وده شيء منطقي جدا، يعني مجلس النواب هو ممثل الشعب المصري في اي مكان، ما فيش جلسه مخصصه لهذا الحادث. زي ما ذكر الشيخ عيسى الخرافين، الناس الشعب في غليان، شعب سيناء في غليان، لان رئيس الجمهوريه بعد الحادث يعني ساعات القى بيان. صحيح. القى بيان، ما اعرفش ليه مجلس النواب يعني كان عقد جلسه ثاني يوم، يعني يجلسها بعد ثلاث ايام وكمان في موضوع ثاني خالص.
طيب يعني خلينا يا سياده النائب برضو وطبعا الشيخ عيسى نتجاوز ده ونشوف بقى المشكله الاكبر اللي احنا فيها. عايزين نعرف سينا محتاجه ايه من اجهزه الدوله، يعني احنا نخرج من الحادث لان الحادث اثر فينا كلنا. اتفضل يا فندم. احنا في وضع خطير، ولكن لازم ننوه لمجلس النواب وحضورنا اليوم عشان نقول لهم انتم يعني للاسف الناس زعلانه خالص منكم، لانكم تكلمتوا في حاجه ثانيه خالص، ولكن الموضوع ده في موضوع اهم منه، موضوع دلوقتي لازم نقابل وزير الدفاع ونحط خطه امنيه لحمايه الناس العزل. الارهاب بدا يواجه ابطال وناس عزل. دي جزئيه مهمه جدا. شيخ عيسى، مدى التعاون مع قوات الامن من الجيش والشرطه؟ يعني احنا بنقول عن لقاء مع وزير الدفاع بيتم الان الترتيب ليه، ازاي ممكن يبقى في شكل من اشكال التعاون؟ لان هنا الموضوع تجاوز فكره الهجوم على الامن او يعني العمليات ضد الامن، واصبح دلوقتي ضد المدنيين في تجمعات كبيره زي صلاه الجمعه مثلا. شيخ عيسى حضرتك معانا؟ اتفضل يا فندم. انا بسال حضرتك ازاي ممكن يكون في تعاون ما بينكم وباهل سيناء واهل هذه المنطقه وبين الامن؟ التعاون مع القوات المسلحة قد عرض على السيد وزير الدفاع من عامين، وقالوا شيوخ القبائل أننا نريد مشاركة فعلية كويس ومشاركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة. طيب كويس. فنحن وشبابنا، ولكن مثلا القيادة نظرت إلى المشاركة الفعلية وفضلت مكان دراسة إلى يومنا هذا. طب حتى تعاون حتى تعاون في مجال المعلومات، لا في لا مجال المعلومات شغال 100%. تمام. ده وده جزء مهم وفعال جدا. موقف ده ما 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 مجال المعلومات ومجال مثلا الخبرة في السهول وفي الوديان وفي الجبال في موجودة من أبناء سيناء مع قوات المسلحة. طيب اسمح لي يا شيخ عيسى، يعني اتقال فور وقوع الحادث حتى مش من قنوات مصريه بس لكن من وسائل اعلام عربيه كمان، اتقال ان يعني ان قريه الروده رفضت استضافه هؤلاء الارهابيين، فبالتالي كان في عمل انتقامي منهم. ده فعلا اللي حصل؟ ده شيء طبيعي. مثلا الارهابيين دول على يعني على كده هم بيحاربوا المنهج الصوفي، بيحاربوا مثلا ابناء الروضه. تمام. وحضروهم قبل كده، قال انتوا يعني الروضه دايما ليله الاثنين وليله الجمعه بتعمل حضرات ذكر، حلقات ذكر. قالوا لهم ممنوع تعملوا حلقات الذكر. قالوا ان احنا حنعمل حلقات الذكر ولو متنا كلنا. صحيح. هم فذلك الموضوع مثلا. ومين اللي بيمنع؟ يعني مين اللي بيؤمر ومين اللي بينهي ومين اللي بيقول اعملوا كذا او ما تعملوش كذا؟ ايه مدى سلطتهم؟ دول مثلا اللي بيأمروا التكفيريين الأمراء بتاعينهم والمشايخ بتاعينهم، هم ودول هم اللي بياخذوا الدعم من قطر ومن تركيا ومن إيران، بيحبوا انهم هم يعني يعملوا فرقة داخل جمهورية مصر العربية في الطوائف وفي الصوفية وفي السنة. نعم. يعني يعملوا فرقة. صحيح. يعني عايزين يعملوا ويا شيخ عيسى ده اللي بنأكد عليه ان هم مش هيقدروا يعملوا ده مهما عملوا ومهما حاولوا ومهما فقدنا ابنائنا وشهدائنا راحوا ولحد اخر نقطه دم عندنا، احنا مش هنفترق وهنفضل مستمرين وصامدين ومكملين زي ما سياده الرئيس قال. وخليني اتطرق مع حضرتك مثلا لملف التنميه، ايه اللي سيناء محتاجاه فعلا كتنميه وحضراتكم كقبائل يعني بشكل خاص ايه اللي محتاجينه لتنميه سيناء؟ تنمية سيناء دي بنتكلم فيها من سنة التحرير من 25/4/82 واحنا بنتكلم في التنمية، وشك الجهاز تنمية سيناء 3 مرات وكل مرة ما يعملش ولا حاجة. تمام. في نقاط تفضل حضرتك سيدي شيخ. تنمية سيناء عايزة تنمية حقيقية. سيناء كانت في العصر السابق مهمشة. تهميش رهيب، تهميش بلا حدود، فكيف مثلا يشكل لها جهاز تنمية 3 مرات؟
احنا عايزين لتنمية سيناء رجل بدرجة وزير. رجل بدرجة وزير يجلس في مجلس الوزراء ويعرض مشاكل سيناء، فذلك هو سبب النجاح. يعني الوزارة تعمل زي ما عمل الرئيس جمال عبد الناصر عندما عين للسد العالي وزير. وزير ان تنمية سيناء اليوم لا تقل أهمية عن السد العالي في ذلك الأوان. هو إننا نطالب إذا كانت دولة عايزة تنمية سيناء تنمية حقيقية تكون التنمية يعين رجل بدرجة وزير. خلينا نروح لسيادة النائب جازي سعد، رأي حضرتك في الجزئية دي، إيه دور مجلس النواب في تنمية سيناء؟ تكلمنا كتير قرية الروضة واحدة من قرى بئر العبد، منطقة الحقيقة محرومة من كتير جدا من الخدمات، ما فيهاش تنمية، فبالتالي بتنمو فيها هذه العناصر الإرهابية. يعني إيه المطلوب من مجلس النواب ممكن يعمله؟ بالنسبة للتنمية دلوقتي أي منطقة تتنمى فيها سيناء ماشي، أي منطقة فيها شغل وتنميه تكفيريين بيطلعوا على المقاولين ويولعوا في العربيات. ماشي. المناطق اللي هي ملتهبه الجيش موقف التنميه فيها، عندنا مدينه رفح الجديده لغايه الوقتي بيعرض على المقاولين ان حد يجي يشتغل فيها، المقاولين خايفين يشتغلوا فيها. طب ما هو بتامين، ما يعني ما هو الشغل المقاول ايوه في جانب من المخاطر، لازم يبقى في تامين على المخاطر دي. احنا بنشوف مناطق حروب وبلاد فيها حروب، وعلى الرغم من كده لا العمل شغال والشركات شغاله، ده شركات بتيجي من بره تشتغل في المناطق الحروب. يا فندم في دلوقتي وسط يعني احنا برضو عايزين يعني نقول ان القصه كلها كيلو في كيلو، واللي فيها مشاكل يعني مش عشان الناس بس ما تتخيلش ان سيناء كلها فيها قلق او فيها مشاكل، لا سيناء امنه ومصر امنه وهتفضل امنه. وسط سيناء لو تكلمنا على التنمية، وسط سيناء تشهد تنمية لم تشهدها من قبل. طرق عندنا ومطار المليزي بتعمل عندنا ومصنع رقام تجمع مصانع رقام ومنجمات وطنية. أما الوضع دلوقتي اللي هي حصلت فيه المجزرة اللي هو في العريش والروضة، التنمية هناك واقفة شوية. التنمية ما فيش أي تنمية في العريش. لا ده مش سياده النائب، معلش ده هو ده مش حل ان احنا نقول ان في مشاكل امنيه فبالتالي احنا مش هنعمل تنميه، ده بالعكس، ده هو عشان في مشاكل امنيه ده ادعى اننا في مجلس النواب نبدا نفكر ازاي نبدا نتعامل مع المنطقه دي، صح ولا غلط؟ اكيد التنميه اساسا يعني محاربه الارهاب بالتنميه. بالظبط كده، بالظبط. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا سياده النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء. كمان بشكر الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، شكرا جزيلا لحضراتكم. وبناكد يا جماعه تاني مره تانيه عشان الناس كلها تبقى فاهمه، سيناء امنه، يعني المشاكل اللي بتحصل زي ما ايمان كانت بتتكلم مع سياده النائب دي مش هتمنعنا ان احنا يبقى عندنا تنميه او ان احنا يبقى عندنا كل يوم الحياه مستمره ومكمله وعايشين في ظل أسوأ الظروف. مش هنفترق ومش هنخضع ومش هنستسلم، هنفضل مكملين زي ما احنا ورا دولتنا، ومصر هتفضل آمنة لطول العمر إن شاء الله. استعدادا لشهر رمضان القادم، وزي ما حضراتكم عارفين ان دايما شهر رمضان بيكون مرتبط بالاعمال الدراميه، النهارده هيبدا تصوير مسلسل فوق السحاب للفنان هاني سلامه. طبعا ده هيكون في طريق اسكندريه الصحراوي. كمان المؤلف حسان دهشان انتهى من كتابه 20 حلقه وبيواصل كتابه العشر حلقات الاخيره. احداث المسلسل بتدور في اطار من التشويق، اطار بوليسي حوالين شخص بيعيش في حياه طبيعيه وبتضطر الظروف لانه يتحول من الخير للشر. يمكن هاني سلامة بيعتبر هو أول النجوم اللي بدأوا تصوير أعمالهم بدري، خاصة بقى أن الشركة المنتجة وضعت خطة زمنية للبدء أو البدء بقى من الانتهاء من التصوير قبل حلول رمضان. كل سنة طبعا حضراتكم طيبين لسه شوية، بس زي ما قلنا هاني سلامة هو أول واحد بدأ عشان طبعا الشركة المنتجة كانت حاطة بعض المعايير. ده طبعا قلنا أن لأن المسلسل كمان هيتصور بره مصر، وبيشارك بقى هاني سلامة كل من اللبنان
اللبنانيه ستيفاني صليبه وميرنا نور الدين ومنى عبد الغني وابراهيم نصر وايضا عفاف شعيب. الحقيقه ان احنا في اي وقت لما بنتكلم عن الاعمال الدراميه او لما بنتكلم عن الاعمال الفنيه دي مش رفاهيه، يعني احنا مش عايزين ان الحرب اللي احنا بنواجهها وبنعيشها وبنعاني منها ضد الارهاب تخلينا نلتفت عن حاجات ثانيه مهمه جدا، الاعمال الفنيه والاعمال الدراميه في منتهى الاهميه، لان دي شكل من اشكال القوى الناعمه ضد وشكل من اشكال مكافحه الارهاب، المهم ان احنا نستغلها بشكل جيد، والمهم ان تكلفه الاعمال ما يكونش مبالغ فيها. ويمكن عشان كده من كام يوم بالظبط كان في اجتماع ما بين رؤساء مجالس ادارات القنوات اللي بشكل كبير معنيه بانتاج هذه الاعمال الدراميه الخاصه بشهر رمضان، وتم الاتفاق ان في ميزانيه محدده مش هيتم حد اقصى للمسلسلات والاعمال الدراميه مش هتتعداها، وده شيء في منتهى الاهميه، حد اقصى لاجر الفنان في البرامج علشان ما يبقاش الموضوع يعني زيادات غير مبرره. ولكن في الاخر اذا احنا بنتكلم عن ان الاعلام او بنتكلم عن ان الدراما او بنتكلم عن ان الفن هو قوه ناعمه، فبالتالي ما يتمش استغلالها من البعض. يمكن ده اللي خلى منى زكي واحده من الفنانات الجمال جدا اللي احنا بنحب طلتها على الشاشه تكون خارج السباق الرمضاني السنه اللي جايه، لان المخرج محمد ياسين اعلن ده بسبب ارتفاع التكلفه الانتاجيه للمسلسل واللي خلاص تم تاجيله فعلا لغايه بعد شهر رمضان، وبتقوم بكتابه المسلسل مريم نعوم وهو من انتاج تامر مرسي. ده كده الموسم الثاني اللي بتغيب فيه منى زكي عن الدراما التلفزيونيه بعد ما قدمت طبعا مسلسل افراح القبه مع المخرج محمد ياسين، برده كان نفس المخرج، واتعرض طبعا خلال شهر رمضان عام 2016، وشارك في بطوله المسلسل الفنان اياد نصار وصابرين ورانيا يوسف مع احمد صلاح السعدني ودينا الشربيني ومجموعه كبيره جدا من الفنانين. زي ما بنقول اننا مش عايزين ان الحرب اللي احنا بنواجهها بشكل يومي ضد الارهاب تخلينا نسيب الحياه تماما، نسيب كل حاجه في الدنيا ونقعد بس في الحرب، ويمكن ده الهدف اللي بيقوم بيه الارهاب. حياتنا المفروض تكون ماشيه في مسار، ومحاربة الإرهاب بالتوازي تكون ماشية في مسار، عمر أبدا ما الكورة أو الرياضة أو الماتشات تكون حاجة ضد أي أعمال إرهابية إحنا بنتعرض ليها، لأن البعض كان بيتكلم أن مباريات الدوري ماشية بشكل طبيعي جدا في الوقت اللي إحنا بنعاني فيه من حوادث وأعمال إرهابية. حقيقة أنا مش شايفة أن في أي تناقض أو تعارض بين المجالين. أقوى رسالة يا جماعة أن إحنا مكملين والله، يعني ده لا يمنع الحزن، عايزين برضو نأكد للناس أن 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 الدنيا ماشية، مش معناها أن إحنا مش حزينة. يعني اي حد فقد اي بني ادم عزيز عليه، وحتى عشان تبقوا فاهمين مصر كلها حزينه على الشهداء مش بس قرايبهم ومش بس زويهم، فيعني خلي بالكم مش معنى ان الحياه ماشيه ان الناس مش حزينه او الناس مش متاثره بالحادث الاليم اللي حصل، لكن ده اكبر دليل ان احنا مكملين بالزبط. هنفضل مكملين وهنفضل مستمرين. طبعا زي ما سمر قالت اكيد ده مش معناه ابدا ان احنا قلبنا مش وجعنا على اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت، ولكن في نفس الوقت ايضا احنا يعني صامدين في مواجهه كل المخاطر اللي احنا بنقابلها. النهارده برضو بتنطلق مباريات الجوله ال11 من الدوري المصري، هيكون في ثلاث مباريات، الاولى هتكون 3:15 ما بين بتروجيت والرجاء، والساعه 5 هيكون في ماتش ثاني بين طلائع الجيش ضد النصر، والختام هيكون مع مباريات اليوم باللقاء الجماهيري الزمالك ضد المقصه. الزمالك في المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، أما مصر المقصة اللي بدأ يستعيد طبعا توازنه الفترة الأخيرة مع مدربه عماد سليمان في المركز ال 13 برصيد 9 نقاط، وبيعتمد على حسين الشحات اللي متألق مؤخرا ومسجل 7 أهداف لغاية دلوقتي وبينافس بيها طبعا على لقب هداف الدوري. ويا جماعة مش هقدر أفوت الحتة دي، لو إيمان عندها أي تعليق، لو عندك تعليق إيمان. لا أنا عايز أقول بس المرة دي الزمالك داخل الماتش أمام المقصة وهو متخوف جدا من الأخطاء التحكيمية اللي اتكررت في أكتر من مرة، يمكن 2010 2011 موسم أعتقد 2015 2016 ولسه كمان كان الموسم الأخير كانت لمسة يد كانت واضحة وصريحة، فبالتالي الزمالك ممكن يكون متخوف فعلا من الأخطاء التحكيمية، لكن من ناحية تانية المؤشرات بتقول إن الزمالك المرة دي في المركز الثالث هو متفوق على المقصة، المقصة في مركز متأخر، الزمالك عنده 18 نقطة، نص النقاط دي موجودة عند المقصة، ده ممكن تبقى
دفعة معنوية بالنسبة للزمالك ان هو يحقق نتائج. لكن ما فيش اي خوف من حسين الشحات بقى؟ وطبعا يعني اكيد طبعا ما فيش كلام ان هو بينافس دلوقتي على ان هو يبقى هداف الدوري، ولكن برضو خلينا نقول ان الزمالك داخل بفريق قوي جدا. صحيح ان هو عنده غيابات كتير كان اولهم جنش، ولكن كمان الزمالك النهارده داخل باسماء قويه جدا، وعلى اي حال هنشوف طبعا الماتش النهارده هيمشي ازاي ان شاء الله. طيب خلينا نقول طبعا احنا كده اخبارنا خلصت، هنروح نتابع مع حضراتكم بسرعه حاله المرور مع تطبيق بيقول لك واللي هيعرفنا على احوال المرور في شوارع القاهره والجيزه. نبدا من كوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين معظمه زحمه ما عدا من مدينه نصر للعروبه بيتحرك. لسه على كوبري اكتوبر لكن من المهندسين لمدينه نصر معظمه ما بيتحركش ما عدا من المهندسين للتحرير الجميل. كمان كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه ما بيتحركش ما عدا من ساقية الصاوي لفندق ماريوت جميل. كوبري 15 مايو لكن من وسط البلد للمهندسين ماشي كويس. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه جميل ما عدا من نفق العروبة لكوبري 6 اكتوبر بطيء جدا. لسه على صلاح سالم لكن من الكورنيش للمطار معظمه شغال كويس ما عدا من نفق الازهر لحد نفق العروبة زحمة. المحور بقى من زايد للمهندسين معظمه سالك ما عدا من اركان لهايبر واقف. واخيرا المحور من مهندسين للشيخ زايد بيتحرك كويس والحمد لله الطرق النهارده احسن شويه من بكره يعني احسن شويه من بكره ان شاء الله. يعني دايما الثلاثه عندنا ازمه معايا في الطرق والزحام يعني وسط الاسبوع. خلينا دلوقتي بعد ما شفنا بيان بالمرور نروح نشوف بيان سريع لدرجات الحراره المتوقعه، وبعد كده نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع معاكم وقراءه في اهم عناوين الصحف النهارده. استنونا.